صراحة مثل الجزء على السلطة القضائية دائما النصر والتمكين. السيد يونس الزهري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد محمد جناح مستشار السيد رئيس المتدرب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد سعيد بن صالح رئيس حقوق الموارد البشرية والشؤون العامة برئاسة النيابة العامة. السيد مولاي سعيد الشرفي مدير تجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل. السيد والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير بدوتنان والوفد المرافق له. السيد نقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف والنيم والعيون. السادة المسؤولون القضائيون، السادة مساعدي القضاء، عدول ومفوضون وموثقون وخبراء وتراجمة، السادة المستشارون. أولا الإعلان عن انتهاء السنة القضائية 2021. ثانيا الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2022. ثالثا أمر السيد رئيس إدارة الدار بتدوين كل ما راج في هذه الجلسة الرسمية في المحضر الرسمي للرجوع إليه عند الحاجة. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين القاضي الأول صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله وإياه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن وسمو الأميرة لالة خديجة، وأن يشد أزر جلالته أخي الأمير الجليل مولاي رشيد إنه على ذلك قدير وبالإجابة الجديد رفعت الجلسة.